الأصحاح الخامس. لا توبخ شيخا، بل أرشده بلطف كأنه أب لك، وعامل الشبان كأنهم إخوة لك، والعجائز كأنهن أمهات. وأما الشابات فعاملهن بكل عفاف كأنهن أخوات. أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. وإذا كان لأرملة بنون أو حفدة، فليتعلم أولاً أن يعامل أهل بيتهم بتقوى، وأن يفوا ما عليهم لوالديهم، فهذا يرضي الله. أما الأرملة حقاً وهي التي لا معيل لها، فرجاؤها على الله، تصلي وتتضرع إليه ليلاً ونهاراً. وأما الأرملة التي استسلمت للملذات، فهي ميتة وإن تكن حية. فأوصهن بذلك حتى لا ينالهن لوم. ومن لا يعتني بأقربائه وخصوصا أهل بيته أنكر الإيمان، وهو أسوأ من غير المؤمن. لا تكتب امرأة في سجل الأرامل إلا التي بلغت 60 سنة وكانت زوجة رجل واحد ومشهودا لها بالعمل الصالح، وربت أولادها تربية حسنة، وأضافت الغرباء، وغسلت أقدام الإخوة القديسين، وساعدت المنكوبين، وقامت بكل عمل صالح. أما الأرامل الشابات فلا تكتبهن في سجل الأرامل، لأنهن إذا أثارتهن الرغبة في الزواج استغنين عن المسيح، وبذلك ينقضن عهدهن الأول له فيستوجبن القصاص. وهن مع ذلك يتعلمن البطالة والتنقل من بيت إلى بيت، كما يتعلمن الثرثرة أيضا والتشاغل بما لا يعنيهن والتكلم بما لا يليق. لذلك أريد أن تتزوج الأرامل الشابات ويلدن الأولاد ويعتنين ببيوتهن، فلا يكون للخصم مأخذ علينا، وخصوصا أن بعضهن ضللنا فاتبعنا الشيطان. وإذا كان لمؤمنة أرامل فلتساعدهن ولا تثقل على الكنيسة، حتى يمكنها أن تساعد الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. وشيوخ الكنيسة الذين يحسنون القيام بعملهم يستحقون إكراما مضاعفا، وخصوصا الذين يتعبون في التبشير والتعليم. فالكتاب يقول: لا تكم الثور على البيدر وهو يدوس الحصاد. ويقول أيضا: العامل يستحق أجرته. لا تقبل الشكوى على شيخ إلا بشهادة شاهدين أو 3. أما المذنبون فوبخهم أمام جميع الحاضرين حتى يخاف غيرهم. وأناشدك أمام الله والمسيح يسوع والملائكة المختارين أن تحافظ على هذه الوصايا دون تحيز ولا محاباة في كل ما تعمل. لا تستعجل في وضع يديك على أحد، ولا تكن شريكا في خطايا غيرك، واحفظ نفسك طاهرة. لا تقتصر بعد اليوم على شرب الماء، بل اشرب قليلا من الخمر من أجل معدتك وما ينتابك من أمراض. من الناس من تبدو ذنوبهم واضحة قبل الحساب، ومنهم من لا تبدو ذنوبهم واضحة إلا بعد الحساب. وكذلك الأعمال الصالحة تبدو واضحة، والتي هي غير واضحة لا يمكن أن تخفى.